خلاص. وانا ايش لو تشوفوني واقفة وعندي ثقة بالنفس فظيعة، انه ايش انه انا ماني جاي تهريب، واثقة من نفسك شعور حلو، انه خلاص انا ماني جاي تهريب، يعني ما في كنت تمسك علي شيء، رح ادخل المطار. دخلت المطار خلاص، امنوا وتاكدوا انه هي انا آية كذا هيك مثلا طلعوني. رحت استلم شنطتي، شو سايب شنطتي مكسوره من فوق، مكسور دولابه مشلوعة، على ما في دولاب، هن الاربع دواليب صاروا ثلاث دواليب، والشنطه فيها 23 كيلو، وتعي آية جريه، وتعي آية سحبيه، ولي على عذاب، ولي ولي ولي، تحسي معمول لي سحر بهالروحه، مو بنشر، لكن الدولاب ما بنشر، الدولاب اختفى. وين راح الدولاب؟ مو بس دولاب لحاله، الدولاب ونص الشنطاي معه، يعني هيك ربع الشنطاي، يعني مو لون شنطاي زهريه، راح الدولاب مع اللون الزهري كله. طلعت هيك قلت يلا دخيلكن، ما حيصير غير اللي الله كاتبه، الله وكلكم شوفوا. هالشهر كان ابشع شهر بحياتي بعيشه، بس ايش يعني بالمواقف اللي صارت، بس ايش بقول يلا تعلمت منها، تعلمت يعني طلعت السواقه. هون النقطه ان امي قالت لي يا ايه طلعي، من اول مره قلت لها بدي اسافر على مصر، قالت لي ايه طلعي شهاده سواقه والله احسن لك. لا بدي اسافر، نزلي حسابي الاساسي لما كل شيء يقول لا وانا اقول ايه، عم صار لا خصبا عني، يعني بصر ماي لا خلص، لا رب العالمين مو راضي لي هالسفره، يعني رب العالمين مو راضي لي هالسفره عن جد. المواقف لو انا كنت محلي يعني كنت حتحسوا بالضغط صار معي كثير، يعني عرفتوا كيف؟ والله هذا اللي صار. وايوشي رجعت من السفر، وايوشي كانت مشتري هيك قص له لاخته ونسيته كمان بالبيت بثنا. ايوه صمت بصارف، هذا كله راح، كله بح. وتوتي خلص لحد توتي، هاي قصتنا لهالشهر. بس امتى حتشوفني؟ ليش نحن نشوف بعض؟ ضليت ولا حبيبتي انت فاهمه الموضوع، انا ضليت لحالي ما حد ضل معي، انا كنت لحالي يعني انا مثل البومه، ضليت 3-4 ايام. ايه ف الواحد بيتعلم من اخطائه، هاي اول مره اسافر لحالي، فاكيد رح تصير كثير اغلاط وكثير قصص، فعادي يعني ماني متعلمه هيك شيء، عرفتوا؟ لما تفتلت رحت اجيت كذا، بس الواحد لازم يكون معه هيك رفيقة، يكون يعني خلص الواحد لحاله تفتلت وكذا، بس كم خطأ عدلك اياهم، كم خطأ ارتكبت؟ ما في بحر؟ لك ما شميت ريحته للبحر؟ لا تذكريني يا مان، خلص انسي، شكرا يا سيف. انا مجهزة حالي، لبسي كله فساتين وتنانير وقصص للبحر وطاقية البحر، ويا الله كنت كتير متحمسة لأن اروح البحر كتير، يعني عم فكر رح نروح الساحل ورح نروح الغردقة ورح نروح شرم الشيخ ونعمل ونساوي ونخطط 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 ونخطط، اخر شيء حتى مسبح ما رحت مسبح. بشوفك بحكي لك كيف انه كله خير، انا ما حشوفك، شو حنشوف بعض نحن؟ اي غير دقية حزينة، انا ما شميت ريحة مصر، انا ما دست مصر، انا يلا خير، نحن عايشين بهالدنيا مرة واللي حيصير رح يصير، واللي راح في داي واللي جاي في داي، عادي كله خير ان شاء الله، يعني الحمد لله كل شيء، ما صار شيء غير خير لإلي. اي والله وهيك، لا ما كان معي فيزا، بتعرف هيك انت احلى من كل فيديوهاتك الميك اب، تسلم ما شفت، معقول؟ ايه معقول، ليش لحتى شو المناسبة نشوف بعض؟ اليوم كنت بالشغل عم اجت وحدة عراقية كتير حبوبة، قالت لي هي اختها، قالت لي اني شفتك وين شايفتك؟ قلت لها التيك توك، قالت لي انت بتعملين مكياج، والله انت بالصدق احلى من اللي وضل شك، انا هيك حسنت لي شوي مودين،
رفعوا طاقتي اليوم بنتين ثلاثة مرة عرفوني انت تبعت تيك توك يعني شوفوا قديش بشبه حالي على الواقع قالوا انت احلى على الواقع. وين ساكنة بألمانيا؟ لا ما حد شو بشبك يعني ما حد شوفني شفتك وين هاي كمان؟